بالتأكيد مع دخول فصل الصيف ومع توافد السادة السياح سواء من الجنسيات العربية أو الأجنبية، بيتجدد الحديث دائما عن هذا القطاع والمرفق الحيوي الهام. قطاع السياحة المرتبط بشكل كبير جدا بقطاع البنية التحتية وقطاع الطرق اللي حصل فيه طفرة كبيرة، وبالتأكيد زي ما كل الخبراء الاقتصاديين أكدوا إن ده بيأثر على ده. قطاع السياحة كلنا شايفين إن حصل فيه تطور كبير جدا سواء على مستوى الخدمات سواء على مستوى البنية التحتية في كل المدن وكل المناطق السياحية في مصر. ده انعكس على معدلات السياحة اللي بتوصل لمصر، يعني انعكس على لغة الأرقام. السنة اللي فاتت يمكن حققنا رقم قياسي جديد في عدد السائحين، بلغ حوالي 14 مليون و900 ألف سائح، يعني بنتكلم في حوالي 15 مليون سائح في 2023 في بلد في الشرق الأوسط طلع من كورونا. أعتقد ده رقم مهم جدا وبيأكد إن إحنا ماشيين على المسار الصحيح. احنا بنتكلم طبعا في بلد فيها كل انواع السياحه السائح محتاجها. النهارده عندك السياحه التاريخيه، السياحه الدينيه، سياحه الشواطئ، بنشتغل النهارده على سياحه اليخوت، بنعمل كل حاجه بحيث ان احنا نجذب كل انواع وكل الجنسيات من السياح عشان يجوا مصر. وبالفعل انت عندك هنا شواطئ فعلا مش موجوده في العالم، يعني انت عندك البحر الاحمر، عندك البحر الابيض المتوسط، الناحيه الثانيه عندك اليونان وعندك البلاد اللي هي فيها سياح كتيره جدا، فانت النهارده قادر انك تجذب انواع كتير من السياحه. وبالفعل اشتغلت على ده من السياح، وبالفعل اشتغلت على ده. النهارده بنتكلم على مدينه زي العالمين الجديده، المدن الجديده اللي بتجذب نوع النهارده مختلف عن السائح اللي كنا بنستهدفه في السابق. وبالتاكيد ده طبعا راجع لحاله الاستقرار والامان والجوده العاليه اللي موجوده في الفنادق والمدن السياحيه اللي بتوفر تجربه سياحيه مميزه جدا لكل الجنسيات. لو هنتكلم على مدينة زي شرم الشيخ بالتحديد، المدينة دي ليها مكان خاص كده. المدينة دي من زمان وهي ليها رونقها الخاص، يعني حتى الشاطئ بتاعها مختلف، الشعب المرجانية كانت يعني حاجة مفيش أجمل من كده. عشان كده شرم الشيخ السنة دي في 2024 قدرت أنها تحصل على شهادة أفضل وجهة سياحية آمنة ومقصد سياحي آمن على مستوى العالم كله، مش بس الشرق الأوسط، مش بس دول عربية، العالم كله. كمان قدرت أنها تحصل على الجائزة الذهبية كأفضل مدينة سياحية من منظمة الاتحاد الأفريقي الأسيوي. طبعا لو كنا بنتكلم في الكلام ده من كام سنة ونقول إن شرم الشيخ أفضل وجهة سياحية آمنة في العالم كله، ونقول اسم سينا ونقول آمنة، الناس هتقول إن إحنا بنهزر، لكن ده حصل، ده يعني حقيقة. وسيناء اللي هي كانت بتتصدر نشرات الأخبار في العالم بأن فيها مشاكل أمنية وفيها اضطرابات، النهاردة مش هي أمنة، لا ده هي في أحد مدنها يعني أفضل وجهة أمنة في العالم. وخلينا ننسب الفضل لأصحابه. الحقيقة أن محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة عامل مجهود كبير جدا في هذا المنتجع، منتجع شرم الشيخ. شرم الشيخ أصبحت أول مدينة سياحية خضراء ومستدامة في مصر والمنطقة العربية، بتحقق فكرة الاستدامة في القطاع السياحي. شفنا ده طبعا في COP27، وشفنا الاستعدادات اللي حصلت في هذه المدينة، وشفنا إن في زيادة في وتيرة إعادة التدوير في تركيب الألواح الشمسية في محطات شحن السيارات الكهربائية، في تغيير منظومة الطاقة فمعظم فنادق شرم الشيخ لطاقة جديدة ومتجددة، في تحويل وسائل النقل العام والأتوبيسات إنها تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الأحفوري أو البنزين أو السولار. كل ده خلى شرم الشيخ في حتة تانية وخلاها بالفعل مدينة خضراء. يعني شرم الشيخ فعلاً من المدن المميزة جداً جداً في مصر. يعني بنتكلم النهاردة على فعلا شاطئ مختلف تماما، الناس بتحب تنزل تعمل دايفينج أو سنوركلينج أو الحاجات دي كلها، بتبقى أنا بحس إنه مفيش مكان في العالم أحسن من كده
المياه هناك صافية قوي، الفنادق هناك كمان على فعلا أعلى مستوى. أنا حتى مش قادرة أقول إن هي بتنافس فنادق عالمية، لأنه في أي حتة في العالم أنت عشان تقعد في فندق بالفخامة دي وقدم لك الجودة دي أنت بجد بتصرف فلوس كتير قوي. فشارم الشيخ من فعلا المدن المميزة جدا جدا. إحنا بنتكلم على السياحة والمدن السياحية، وبمناسبة دخول فصل الصيف